أهلا بكم مجددا حضرات السادة المشاهدين في هذه الفقرة الحوارية، الفقرة الحوارية الأولى من نقاط ساخنة. نتحدث مع حضراتكم ومع ضيوفنا الكرام عن المنظمات الحقوقية الدولية وتعاملها مع القضايا الإرهابية في مصر. في البداية، هناك بالفعل منظمة دولية شهيرة هي العفو الدولية، والتي تزعم العمل لأجل حقوق الإنسان وفي بعض الأحيان لا تفعل ذلك. اسمها Human Rights Watch، وهو اسم ليس على مسمى نهائيا بما تمارسه ضد مصر تحديدا من دعم للإرهاب وتدخل في الشؤون الداخلية لزعزعة أمن واستقرار البلاد. هي أيضا وبعض وكالات الأنباء الأخرى وقنوات من المفترض أن تكون مهنية في تناولها أو في تناولها لبعض الأحداث، إلا أن قنوات على شاكلة الجزيرة وهي بالفعل قطرية وتدعم الإرهاب كما تدعم قطر، ووكالات على شاكلة الأناضول تعمل دائما ضد مصر والمصريين بالتقارير المنحاذة التي تنشرها المنظمات التي تدعي أنها تعمل لأجل حقوق الإنسان في العالم أجمع. هذا الموضوع اليوم سنناقشه مع ضيفنا الكريم الأستاذ عصام شيحة، المحامي والأمين العام للمنظمات المصرية لحقوق الإنسان. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، نورنا. أشكرك. أنا عايز أبتدي من Human Rights Watch. إيه الموضوع؟ إيه المشكلة؟ شوف، عايز أقول لك يعني Human Rights Watch في السنوات الأخيرة بعدت بشكل كبير جدا عن المهنية، وأجبرتنا كلنا كمهتمين بحقوق الإنسان إلى البحث إيه اللي دفع منظمة دولية لها سمعة في وقتها كبيرة إنها تخالف كل المعايير وكل الضوابط المهنية في تقريرها، وبالذات تجاه مصر. وكانت الصدمة بالنسبة لهم هو إنه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة استطاعت بشكل كبير جدا إنها تفند هذه التقارير. واقدر اقول لك دي نقطه مهمه جدا تحسب للدوله المصريه، ان بقى عندك مكتب ملحق بمكتب سياده النائب العام. المكتب ده معني بحقوق الانسان. شفنا ان التقرير الاخير اللي اتعمل في سبتمبر 2017 كيف استطاعت الدوله المصريه في انها تاخد المعلومات، رغم ان المعلومات كان فيها ندره، ورغم ان كان فيها تجهيل، ورغم انه Human Rights Watch تعمدت انها ما ترجعش للمسؤولين المصريين للتحقق من المعلومات اللي هي نشرتها، تاخد المعلومه من مصادرها الخاصه وبعضها اقش من الناحيه الثانيه من الجانب المصري. تاكيدا بتاخدها من المنظمات القريبه من جماعه الاخوان الارهابيه. في كثير من الاحيان كمان يقال ان احد اعضاء الجماعه بيشتغل داخل المنظمه، داخل Human Rights Watch. المنظمه عملت ايه؟ ما رجعتش خلفت المعايير الدوليه والمعايير المهنية، في انها ما رجعتش للسلطات المصرية، ما اكتفتش بكده، خدت التقرير بتاعها ونشرته على الويب سايت بتاعها فعملته كأنه هو بابليك. كمان بعتت هذا التقرير لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، ففرضت واقع. هذا الواقع هو الهدف منه هو الاساءة للدولة المصرية، الهدف منه هو حماية الارهابيين من تطبيق القانون عليهم داخل الدولة المصرية. أنا أعتقد إن هي في السنوات الأخيرة أصبح يقينا بحكم التمويل اللي بتتلقاه من قطر أو من بعض الدول الغربية الداعمة لقطر أو الداعمة للجماعة الإرهابية. أنا أعتقد إنها فقدت كتير من مصداقيتها، فقدت كتير من مهنيتها، فقدت فكرة الاحتراف اللي كانت بتتميز بيها في مرحلة من المراحل. طيب، هل المفروض منظمة حقوقية في عملها يبقى في شكل من أشكال التغطية على العمليات الإرهابية، يبقى بتقاريرها الإعلامية أو التقارير اللي بتنشر يبقى في غطاء لعمليات إرهابية بتتم في بلد ما؟ شوف، أغلب المنظمات للأسف الشديد في السنوات الأخيرة بتحارب الإرهاب نظريا، لكن عمليا بتحمي الإرهاب. يعني نظريا تقول بيانات، لكن عمليا هي بتجعل من هذه البيانات غطاء للعمليات الإرهابية. هذا الغطاء بيمكن في كثير من الأحيان أو يهيئ إليهم إن هو كان في مرحلة من المراحل كان بيمكنهم من الإفلات من العقاب. يعني فهذا الإفلات من العقاب كانت بتسعى إليه دايما الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية من خلال تمويل، وفي المقدمة في مقدمة الدول اللي بتمول هذه الجماعات هي قطر. من خلال التمويل دايما أجندة التمويل كان بتتحكم في الاطار في شكل التقرير، لكن ما كانش بيحقق النتائج اللي بيحققها في السنوات الاخير. لانك انت في استخدامك للسوشيال ميديا في الخصومه الساريه ما بين الجماعه الارهابيه وما بين الدوله المصريه،
جعلت انه الجماعه يبقى التارجت بتاعها النظام المصري، يبقى التارجت بتاعها الجيش المصري، يبقى التارجت بتاعها الشرطه المصريه، واخيرا التارجت بتاعها الشعب المصري كله. فهي بتسعى سعي حسيس على القضاء على الدوله الوطنيه، الدوله القوميه اللي انت بتحاول تحافظ عليها في ظل التفتت اللي احنا شفناه في المنطقه بالكامل. الرد القاطع على ما تقوم به مثل هذه المنظمات حرفيه الاداره المصريه. الاداره المصريه كانت في كثير من الاحيان لا تعول كثيرا على الرد على هذه التقارير، فكانت التقارير بتنتشر بشكل كبير وبتحقق نتائج في بعض الاحيان، لكن في الاشهر الاخيره اكاد اجزم انه بقى في رد سريع، بقى في مصارحه، بقى في مكاشفه، بقى انت كشفت عدم مهنيه هذه المنظمات، وقدرت تبين للراي العام في الداخل والراي العام في الخارج ان هذه المنظمات بتعمل بالدفع. يعني اللي بيمول هو اللي بيحدد شكل البيان وشكل الادان. وشفنا انها ارتكبت خطا جسيم لما اتهمت السلطات المصريه بانها يعني بتمارس تعذيب ممنهج. وشفنا احنا بقى الاداره المصريه اولا حققت في الحادث بشكل كبير، شفنا الاداره المصريه كل الضباط اللي اتهموا في قضايا تعذيب تم محاكمتهم وتم حبس وتم سجنهم، وده اطار جديد هو ده اللي بينفي ان في عندك تعذيب ممنهج او ان في قصور موجود عندك. الدوله المصريه ما فيش على راسها بطحة يعني، وبقت مدركه تماما انه بيتم استغلال هذه التقارير لتحقيق مصالح. وعلنا كلنا نذكر الحادث الطالب الايطالي، وازاي في نفس اليوم اللي مصر بتوقع فيه عدد كبير من الاتفاقيات مع ايطاليا يعني تحقق مكاسب اقتصاديه للدوله المصريه، فوجئنا بهذا الحادث، وازاي ان الحادث يعني اتنشر بشكل كبير جدا بغرض وقف الاتفاقيات اللي تاثر عليك اقتصاديا واللي تتسبب، لانك انت كمان هو بيسعى من خلال ده انه لما بياثر فيك اقتصاديا بيجبر قطاع في الشعب مش قادر يعني يتعامل مع الظروف الاقتصاديه الصعبه ان هو يقف ضد الدوله المصريه. فهو بيسعى للافلات من العقاب، بيسعى انه يقلب بعض الراي العام على الدوله المصريه، بيسعى الى الاساءه اليك دوليا، لان احنا في كل وقت بنروح فيه الامم المتحده بنكتشف ان هم مجهزين تقارير، مجهزين وقائع مفبركه. وانا اتذكر انه طب بيجيبوا منين المعلومات دي يا فندم؟ يعني ازاي يعني بيصوروها ازاي؟ انا هقول لك. للاسف الشديد انه بعض المنظمات المحسوبه على الدوله المصريه هي اللي بتديهم هذه المعلومات، بعض المنظمات اللي محسوبه على الجماعه الارهابيه بتديهم هذه المعلومات، هذه المعلومات تم تفنيدها. اهم حاجه انا متذكر انه في لقائنا السابق في الامم المتحده ان احنا اتفاجئنا بان هم كانوا جاهزين بتقارير خاصه عن الاختفاء القسري، عن عمليات التعذيب الممنهجه داخل اماكن الاحتجاز في مصر، ولحسن الحظ ان احنا كنا مجهزين اجابات قاطعه وجازمه. فاحنا اكدنا بالدلائل والحقائق والتصوير انه بعض الاسماء اللي تضمنها البيان وقالوا انها تم اختفائها قسريا ثبت ان هم موجودين مع داعش وبيحاربوا مع داعش. شفنا الاعلام المصري نجح في انه سيده ادعت انه بنتها اختطفت، وشفنا يعني المكاشفه والمصارحه بتتم ازاي. انا اعتقد هذه الردود هي الجازمه وهي اللي بتغير صوره ما يحدث في مصر امام الراي العام العالمي، لانه انت عندك تربص من جانب بعض الدول بما يحدث في مصر، لانك انت يعني تسببت في انك انت ما خلتهمش يحققوا اهدافهم في المنطقه. ما هي دي بقى يعني النقطه المهمه، يعني بتفضل. الناس دي بتدعم الارهاب وبتحاول تضر مصر، يعني ليه بيعملوا كده؟ ليه الهدف ورا ده؟ هل هي منع مصر من التقدم، ولا تحقيق مكاسب ممكن تكون عينيهم عليها في مصر؟ يعني ايه الهدف من ورا ده؟ هم كان عندهم استراتيجيه لتفتيت كل الدول الوطنيه في المنطقه، وللاسف الشديد نجحهم في عدد كبير من الدول، يعني نجحهم في العراق، نجحهم في ليبيا، فتتوا السودان لدولتين، وربما يزيد الامر. انت كسرت هذا الاتجاه،
يعني الشرق الاوسط الكبير اللي هم كانوا بيرتبوه، مصر فلتت منه. ولما فلتت مصر دفعت دول اخرى انها تقاوم. يعني لولا ان مصر فلتت كان زمان سوريا انتهت، يعني ما يحدث في سوريا كمان من مقاومة، لانك انت فلتت من هذا الامر. انت كمان بتحقق نجاحات على الارض اقتصاديه، يعني بتتسبب في انه هذه الدول اللي كانت متصوره انه المصريين هيتعرضوا لمشاكل اقتصاديه ضخمه، انت نجحت فيها على الرغم من انك انت دخلت في اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك انت استطعت انك تحقق مكاسب. انت حافظت على وحده اراضيك. انت ضربت ضربه قاسمه في 30/6 بانه كان في الفه وفي اتحاد ما بين كل المصريين. انت ما كنتش تقدر تفرق في 30/6 بين المصري المسلم وبين المصري المسيحي، بين الضباط والجنود، كله كان موجود. هذا التلاحم تسبب في انكسار الرؤيه اللي كانت بتسعى اليها بعض الدول الغربيه، وفي القلب منها تركيا وقطر، لان هم يتصوروا ان بغياب الدوله الام، الدوله المركزيه في مصر، ربما دوت يديهم الفرصه ان هم يتواجدوا. لكن للاسف الشديد وحده المصريين هي الصخره اللي بينكسر عليها اي محاوله من الخارج للتدخل في الشؤون الداخليه المصريه. المصارحه داخل مصر والمكاشفه داخل مصر واشراك المصريين في صناعه القرار واحترام القانون وتطبيق العداله الناجزه، انا اعتقد كل دوت بيدي قيم وبيدي كريدت للدولة المصرية في مواجهة هذه الحملات الشعواء من بعض المنظمات الدولية. عايزين نسمي، لو حضرتك عندك معلومات عن الأسامي هذه المنظمات والجهات الدولية الداعمة ليهم داخل مصر. شوف، أنا يعني من المنظمات للأسف اللي درجت في السنوات الأخيرة على مهاجمة مصر الهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وعندك بقى بعض المنظمات المحليه زي الكرامه اللي موجوده في جنيف، مركز الجزيره بصفه مستمره بيقول معلومات غير محققه، يعني في كثير من الاحيان حتى بيخترع معلومات ولا يخجلوا حتى من التكذيب اللي انت بتنزله، وما بيقدروش يثبتوا بالادله والقرائن. وهم الهدف دايما بصفه مستمره هو الإساءة للدولة المصرية في مجملها، على اعتبار انها دولة عريقة، دولة قديمة. وشفنا ان هم ما فيش قضية من القضايا غير لما يسبقوا قبلها، يعني هم لما كانوا بيتكلموا عن عقوبة الإعدام وبيستغلوا فيها السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، وبيستغلوا ان بعض الدول الأوروبية حدت من عقوبة الإعدام او وقفتها، حاولوا يمهدوا، يعني كانوا يعلموا تماما ان في متهمين عددهم يتجاوز الستين متهمين في قضيه النائب العام. هو بيعمل استباق، يعني احنا محتاجين كمان ان احنا يكون عندنا استباق، مش ننتظر دايما فكره رد الفعل. يعني هو كان مدرك ان في مجرمين تم القبض عليهم، بيتم محاكمتهم امام القضاء، بيدرك تماما انهم اعترافاتهم تمت منذ اللحظه الاولى، مدرك تماما ان في ادله وفي شهود وفي تصوير تم، فهو مدرك ان هيتم يعني عقابهم. تعليقك على النفي اللي حصل؟ طيب، هو بيسبق الحدث، فبيعمل تشكيك في الحدث. هو بيحاول، خلينا نشوف طيب الفيديو ده بعد اذن حضرتك، ونرجع نشوف موضوع المدانين ان هم جناه ولا مش جناه، الكلام اللي اتقال خلال اليومين اللي فاتوا. اسمي محمود الأحمد عبد الرحمن علي، الاسم الحركي المحمدي، مواليد 15/7/1994، بدرس في كلية اللغات والترجمة، ساكن أو مقيم في محافظة الشرقية، مركز أبو كبير، قرية كفر السواي. انضميت أو ارتبطت بجماعة الإخوان المسلمين سنة 2012 في جامعة الأزهر، جامعة اللي أنا بدرس فيها، وانا كنت بدرس ساعتها في كليه اللغات والترجمه. شاركت في اعتصام رابعه بعد الانقلاب العسكري بتاع 30 يونيو، فضلت في الاعتصام لغايه يوم الفط، فضلت فتره طويله فيه. ضميت لمجموعه طلابيه من الاخوان في جامعه الازهر، كانت بتضرب شماريخ على قوات الشرطه، وكنا بنروح نقطع الطرق أثناء المسيرات ومظاهرات. بعد كده سافرت محافظة الشرقية،
نزلت مركز بتاع ابو كبير اللي انا مقيم فيه وساكن فيه، انضميت لمجموعه نوعيه من الاخوان في المركز. كنا بننزل نقطع الطرق ونخرف عمدة الكهرباء ونضرب محطات الكهرباء. انا اسمي ابو القاسم احمد علي يوسف منصور، الاسم الحركي هشام، مواليد 18/5/1992، والمحافظة أسوان مركز كومومبو، طالب الفرقة الرابعة. أنا اتعرفت على الإخوان في 2007 وارتبطت بيهم تنظيميا في 2011 وأنا في الجامعة. كنت بشارك معهم في المظاهرات والفعاليات لحد انقلاب 30 يونيو، وبعد كده اعتصمت في ميدان الرابعة العدوية. كنت بشارك في المظاهرات والفعاليات اللي كانت موجودة جوه الميدان، وحضرت أحداث الحرس الجمهوري واحترت أحداث المنصة، وقعدت معتصم في الميدان لحد قبل الفض. وبعد الفض رجعت الجامعة وكنت مسؤول عن الحراك الثوري داخل كلية الدعوة، وكنا بننظم الفعاليات والمظاهرات داخل الحرم الجامعي لحد ما جات لنا فكرة الإضراب. كنا عايزين نعمل إضراب على الامتحانات عشان نشل حركة الجامعة. أنا اسمي أحمد جمال أحمد محمود، والاسم الحركي علي، طالب مواليد 13/1995. انضميت للإخوان في 2012 وتسكنت في أسرة في ديار بنجم، ولما حصل الانقلاب العسكري في 30/6 نزلت رابع مرة أو مرتين. وبعد الفض شاركت طلبة الإخوان في جامعة الأزهر في المظاهرات والمسيرات اللي كنا بنطلع نقطع الطرق. وبعد ما المظاهرات والمسيرات بدأت تقل تكون فرق العمل النوعي، وانضميت لفريق الرصد العمل النوعي في جامعة الأزهر، ورصدنا القوات المتواجدة في الجامعة واللي بتتواجد لتأمينها. وبعد كده رصدنا القوات اللي بتيجي من معسكر أحمد شوقي للجامعة، ورصدنا اسم أول واسم تاني، ورصدنا قوات المتواجدة في الوفاء والأمل، ورصدنا رئيس الجامعة. أنا اسم محمد أحمد سيد إبراهيم، الحركة الكامل أبو علي، مواليد 25/11/89، طالب بكل لغات وترجمة. أنا انضميت لإخوان في 2009 وشاركت في كل الفعاليات الطلابية معهم في الجامعة. بعد الانقلاب العسكري في 30/6 حضرت مع الإخوان اعتصام رابعة كله، وشاركت في الأحداث اللي حصلت أثناء الاعتصام زي الحرس الجمهوري وأحداث المنصة. طيب حضرتك كنت بنتكلم عن التعليقات اللي حصلت بشأن الجناة في حادث اغتيال النائب العام. خليني أقول لك الأول بس الملاحظة الأولى هنا، إنك يعني إحنا في كرجال قانون نقول إن الاعتراف سيد الأدلة. يعني انت شايف متهمين بتعترف بهدوء شديد جدا، بتعترف في وجود النيابة العامة، بيعترفوا بنوع من التفاخر، يعني بيقول احنا عملنا كذا بعد الانقلاب، احنا شاركنا، يعني هو بيفتخر حتى وهو بيعترف، وبيعترف في مكان الواقعة اللي تمت ولا يهتز له جفن. كل ده يوضع في الاعتبار امام القاضي الجنائي. واحنا في القضاء الجنائي عقوبة الإعدام لأنها عقوبة لا يمكن تداركها، فالمشرع أحطها بمجموعة من الضوابط، فهي الجريمة العقوبة الوحيدة للنيابة العامة، سواء المتهم نفسه هو طعن عليها أمام محكمة النقض أو لم يطعن، النيابة العامة بتطعن. يعني ده عشان تأكد إنه في عدالة، وإنه لو اتنفذت عقوبة الإعدام هيبقى صعب لو تكشف أمر. كل ده تدركه المنظمات الدولية، لكن هي بتسعى دائما إلى الحد من عقوبة الإعدام، إلى وقف عقوبة الإعدام. وفي الوقت اللي الدول بتطالبنا بالحد من عقوبة الإعدام أو وقف عقوبة الإعدام بغرض إفلات الجناة من الحساب الرادع، لانك انت في النهايه انت بتطبق سياسه الرادع. لكن هتلاقي مثلا الولايات المتحده الامريكيه اغلب الولايات اللي كانت وقفت عقوبه الاعدام بترجع عقوبه الاعدام مره اخرى. بعض الدول الاوروبيه اللي كانت نصت في دساتيرها على وقف عقوبه الاعدام اعادت عقوبه الاعدام مره اخرى. فاحنا بنشوف كمان، شفنا النهارده مثلا انجلترا، لمجرد انه في بنت اتهمت انها كانت في داعش، ما عملوش. يعني احنا على الاقل بتستخدم الطرق القانونيه في ودرجات التقاضي، وبتكفل لهم ان يبقى في محامي يترافع عنهم. احنا شفنا ان انجلترا النهارده لمجرد انه في فتاه انجليزيه موجوده مع داعش منعوها من الدخول بس، وجردوها من الجنسيه. ففي ازدواجيه في المعايير الدوليه، في ازدواجيه امام المنظمات الدوليه وهي تتعامل مع مصر، وده مؤكد وده أصبح واضح، وأصبحت الدولة المصرية مدركة لده، وتتعامل معاه بحرفية ومهنية شديدة تجبر هذه المنظمات في كثير من الأحيان على أنها تصحح أخطائها. المدهش في الأمر أن احنا كنا في أوقات لما نبعت لمنظمة العفو الدولية أو نبعت لهيومن رايتس واتش نصحح بيان هم قالوه، كانوا بينشروه
في الاونه الاخيره رغم ادراكهم انه الدوله المصريه صححت ما تم في تقريرهم، لكن للاسف بتكابر ولا تنشر ده ما بينشروش، والامم المتحده لا تحرك ساكنا، ومجلس الامن لا يحرك ساكنا، وكان هذه المنظمات يعني مهمتها الرئيسيه في الاشهر الاخيره هو المكايده للدوله المصريه. يعني المكايده ليها يعني نوع من انواع الحملات اللي بتشنها المنظمات الدوليه على يعني على الدولة المصرية او على بعض الدول، في زعم انها منظمات حقوقية. ايه شكل الحملات التانية اللي ممكن تكون بتقوم بها المنظمات؟ شوف يعني فكرة المنظمات الحقوقية، ما المنظمات الحقوقية عددها كبير، لكن في منظمات يعني بتبقى سمعتها طيبة، وفي منظمات كانت سمعتها جيدة وفقدت هذه السمعة بالممارسات غير المهنية، ببعدها عن الاحتراف، بتسييس بياناتها. واحنا شفنا دوت للاسف في منظمتين من المنظمات الدوليه، اللي درجه يعني لما بنيجي نتكلم عن ما يحدث من مركز الجزيره لا يعنيني، لما نتكلم عن الكرامه لا يعنيني، لكن دايما يؤلمنا انه بعض المنظمات المحسوبه على مصر، المنظمات المصريه، بعض المنظمات المصريه، ان تستقي منها هذه المنظمات الدوليه بعض الاخبار، وتهول من هذه الاخبار، وتكبر من حجم هذه الاخبار. في كثير من الاحيان هذه المنظمات ترتبط بالممول بما يريده الممول، فبتسيس بياناتها، فهذه البيانات يعني تفضح الخفي، لانك انت بمجرد ما تقرا البيان تدرك تماما انه هذا البيان الغرض منه الاساءه للدوله المصريه، وليس الغرض منه تحقيق الافاده لحقوق الانسان. هو الانسان حق مشروع لكل المواطنين حوالين العالم، وفي القلب منه بقى الدفاع عن حق الحياه. يعني احنا بنتعرض لعمليات ارهابيه يوميه وتتغافل عنها هذه المنظمات، وفجاه بقى يعني انت قبلها بيوم قبل يعني طب يا ريت هم بيعملوا ده مع اولادنا، انت بتتفاجئ بانه في كمين يتعمل للجيش بيموت فيه 15 شهيد في غمضه عين، لا في محاكمه، ويعني لا خد محاكمه ولا حضر معاها محامي ولا دافع عن نفسه، ده غدر. ورغم ذلك هذه المنظمات لا تدين هذا الامر، وان ادانت هذا الامر فتدينه بشكل بعيدا عن الحيده والنزاهه بما يزهب عنها الطمانين. يعني هذه المنظمات فقدت بشكل كبير حيادها، فقدت مهنيتها، جعل عدد كبير من الدول في الوقت الراهن لا تثق في هذه التقارير اللي بتتم. لكن على الجانب الاخر يجب بصفه مستمره ان احنا نتعامل بحرفيه شديده مع هذه البيانات، ولا نتغافل عن الرد عنها، ولا نلقي العبء دايما على وزاره الخارجيه المصريه. يعني احنا في كثير من الاحيان حتى المنظمات المجتمع المدني المصريه بتلقي العبء على الخارجيه انها اللي تقوم بالدور، لكن انا اتصور انه مهم جدا ان منظمات المجتمع المدني المصريه هي اللي تبادر دايما بما تتوافر. الحملات دي هل فعلا بتلقى قبول في الخارج من حكومات او منظمات مدنيه اخرى؟ للاسف ده مرتبط بمصالح هذه الدول مع هذه التقارير. يعني في بعض القبول طبعًا في الدول طبعًا اللي هي شبه يعني قطر وتركيا مثلا، بعض الدول اللي هي بيبقى الهدف بيها انها تبتز الاداره المصريه او تحقيق مكاسب مع الاداره المصريه، او الضغط على الاداره المصريه تحقيق مصلحه، او مشاركتك في صفقه من الصفقات. يعني ما انت مثلا تدرك انه في حاله هلع داخل تركيا بسبب الاكتشافات البتروليه اللي بتتم في البحر المتوسط، وهي كانت تتصور انها هيكون لها نصيب منها، فمصر عملت اتفاقات اخرى وترسيم الحدود. كل ده بيجبر هذه الدول انها رغم علمها اليقيني بعدم صدق هذه البيانات، لكن بتتاجر بهذه البيانات لتحقيق بعض المكاسب. اللي احنا اللي يهمنا في ده انه يبقى في ترابط في بين المصريين في الداخل، يعني الجبهه الداخليه، قوه الجبهه الداخليه هي الضمانه الرئيسيه ان احنا نستخدم القانون ونطبق العداله والعداله الناجزه. يعني انا اتفاجئت بعدد كبير جدا من المصريين يعني مش كان يتمنى انه يتم تنفيذ عقوبه الاعدام في ميادين عامه، يعني زي ما بي
زي ما اولادهم بيشوفوهم بيتفجروا. عمر المصريين ما نسيوا ابدا انه ضابط شرطه عند البنزينه بيفجر يعني بيفتت قنبله فاذا بيها تنفجر، فشافوا اللقطه، شافوا الراس وهي بتطير، شافوا اتنين من الامناء الشرطه وضابط وهم بيقبضوا على ارهابي وبيتفجروا في لحظه. فما تطلبش من الدوله المصريه انها ما تطبقش العداله الناجزه والرادعه، لانك انت بتتعرض لعمليات ارهابيه بصفه مستمره. ما لم تحمي الدوله المصريه هتدان الدوله المصريه، هتدان من مواطنيها، انها مش قادره انها تدافع عن مواطنيها. شوف، لا نعول كثيرا على ما يحدث من البيانات اللي بتصدرها المنظمات الدوليه، لكن علينا ان احنا دايما نفند ما ياتي في هذه البيانات، عشان احنا يهمنا في النهايه ان احنا نصحح الصوره اللي هم بيحاولوا يرسموها دوليا تجاه النظام الحاكم في مصر. استاذ صبحي، هنخرج فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك الحديث. اعزائي الساده المشاهدين، فاصل قصير نعود من بعده للحديث عن القنوات الفضائيه والاله الاعلاميه المنحازه لبعض الدول على حساب مصر بكل تاكيد. فاصل ونعود. اهلا بكم مره اخرى حضرات الساده المشاهدين. لدينا مع الاستاذ عصام شيحه، المحامي والامين العام للمنظمه المصريه لحقوق الانسان. اهلا بك مجددا. اهلا وسهلا. في الملف الاخير اللي هنتناقش فيه مع حضرتك، عايزين زي ما ذكرنا واسلفنا قبل الفاصل نتكلم شويه عن الاعلام واعداد التقارير الحقوقيه الاعلاميه اللي ممكن تكون منحازه لتقارير اعلاميه من منظمات مجتمع مدني او خارجه من دول زي قطر وتركيا داعمه للارهاب. وسائل الاعلام طبعا بتعد استكمال لتقارير المنظمات الحقوقيه، لان هي اللي بتعرضها او هي اللي بتدفع في ناس تصدقها او ما تصدقهاش. ازاي نقدر نساعد على منع نشر الاشاعات والاكاذيب اللي ممكن تكون بتروجها منظمات ودول اخرى؟ شوف، خليني اقول لك الاول انه اصبح صعب جدا انك تمنع الشائعه، لكن تستطيع انك تحد من نتائجها، تستطيع انك تحد من الاهداف اللي بتسعى الشائعه انها تحققها، لانك انت اصبحت السماوات مفتوحه في كثير من الاحيان. الخبر بتتناقله السوشيال ميديا اسرع من الصوت والضوء، وهم عندهم اغلب الدول الراغبه في الاساءه للدوله المصريه هي عندها ميليشيات جاهزه. بمجرد الخبر ما ينزل هتتلقفه الجماعه الارهابيه، وهي كمان داخله في منظومه دوليه ولديها عدد كبير من الاتباع، موجودين تقريبا في 80 دوله. فانت في لمح البصر بتلاقي الخبر اتسرب كله. اول حاجه احنا عشان نحققها انك انت تكون عندك مصداقيه في الاخبار، انك انت مباشره ترد على هذا الخبر، تصحح هذا الخبر او تعدل هذا الخبر او تنفي هذا الخبر، ان احنا نزرع الولاء في ابنائنا. لان احنا الازمه الحقيقيه اللي بنعاني منها في الاونه الاخيره هي ازمه انتماء، انه في نوع من عدم المصداقيه. اعتادوا عدد قطاع كبير من المجتمع المصري في التعامل مع الاعلام الوطني، كان يتصور انه الاعلام الوطني لا يقدم الحقيقه. انت في الاونه في السنوات الاخيره بتصحح هذه الصوره الذهنيه اللي كانت موجوده. عندك لاول مره عندك عدو داخلي، هو في كثير من الاحيان بيتلقف هذا الخبر وبينشره بشكل سريع. اذا استطعنا انه اعلامنا يصحح الخبر سريعا، انه تتوافر المعلومه، ان يكون عندك قانون لحريه تداول المعلومات، لان في كثير من الاحيان المصري يبقى عنده المعلومه يبقى متشكك فيها فما ينشرهاش في الاعلام غير لما يجي له البيان الرسمي. كل ما كان البيان الرسمي بتاع الوزارات سريع، كل ما تستطيع انك انت يعني تكذب هذه الشائعات اللي بتنتشر. لكن هذه الشائعات لن تتوقف، لكن علينا احنا كمان ان احنا في بعض الاحيان علينا ان احنا نتغافل عن الشائعات التي لا تحقق الاهداف التي تسعى اليها. لانك انت في كثير من الاحيان في شائعات بمجرد شغل الراي العام عن تحقيق قضيه ما، انت بتحقق مكاسب يوما تلو الاخر، بتسترد موقعك الاقليمي وموقعك في القاره الافريقيه بسرعه كبيره. انت استعدت رونق الدوله المصريه
عالميا، وبتشوف الرئيس الجمهوريه بيطلع من مؤتمر لمؤتمر ومن دوله لدوله. وشفت احنا عندنا امبارح كنا عندنا لقاء لجميع النواب العموم في الدوله الافريقيه، عندنا مؤتمر جاي في شرم الشيخ. يعني انت هذه الافعال اللي انت بتمارسها على الارض هي الردود الحقيقيه على الشائعات. يعني احنا مش عايزين الشائعات توقفنا، لانه بيبقى الهدف من الشائعه هو انه يحقق بيها تارجت، وفي كثير من الاحيان التارجت دوت انه يعوق عمليات التنميه وعمليات التنميه في الدوله المصريه. فانا اعتقد ان احنا لا نعول كثيرا. هل في قطاعات فعلا في المجتمع المصري ممكن تكون بتستجيب للفكر ده او التوجه الافراني؟ شوف يعني الامانه تقتضي انه اقول لك انه للاسف في قطاع بيتاثر بالشائعات، اما لانه هو غاضب لسبب ما، وممكن يكون السبب شخصي ما حققش يعني طموحاته الشخصيه، اما يكون محسوب على الجماعه الارهابيه او متعاطف معها، اما يكون مختلف معنا في الرؤيه والاستراتيجيه. هم كمان لازم نقول لاولادنا ويدركوا انه احنا فلتنا، يعني هذا الافلات من التدمير من القضاء على الدوله الوطنيه يحسب للدوله المصريه ويحسب لمؤسسات الدوله المصريه، وعلينا ان احنا ندعم ونساند مؤسسات الدوله المصريه، وليس كل ما ينشر حقيقه. يعني انا مندهش انه بعض اولادنا بيصدق اي معلومه، في كثير من الاحيان بيثبت انه هذه المعلومه خاطئه وانها شائعه، ومع ذلك يصر البعض على انه يستقي اخباره من هذه القنوات. يعني يقول لك انا شفتها في الجزيره، ما انت عارف ان الجزيره يعني كاذبه وانها بتخترق الاخبار، يقول لك انا شفتها في الاناضول، ما انت عارف انها الاناضول منافسه الدوله برمتها، الدوله منافسه للدوله المصريه. يعني فاحنا متصور انه الرد على هذه الشائعات بتجاهلها في بعض الاحيان اذا لم تكن مؤثره، واذا كانت يعني فيها شيء من صحه في المعلومه فعلينا ان احنا نصحح المعلومه من خلال مؤسسات الدوله. وانا شايفه انه في تعاون كبير جدا بين مؤسسات الدوله وما بين الاعلام في الاشهر الاخيره، وشفنا ان الاعلام اصبح يعني، ومش عايز حد يزعل مني من الزملاء الاعلاميين، اصبح اكثر انضباطا في الاسابيع الاخيره، واصبح ينتظر التقرير والبيانات الرسميه، وفي كل مره بتبقى بيانات حقيقيه وتبقى معلومات محققه، فلا يزايد علينا احد، ويكتشف اولادنا بالممارسه انه المعلومات والشائعات اللي بتجيله من مصادر اخرى غير المصادر الوطنيه كاذبه ولا يعول عليها. فانت بتكسب ارضيه كل يوم بانك انت بتثبت كذب الاخر وبتثبت صدق الاعلام المصري ومهنيته واحترافيته، وده يحقق لنا مكاسب كبيره في وجود اي شائعه من الشائعات تخص الدوله المصريه ان شاء الله. استاذ عصام شيحه، المحامي والامين العام للمنظمه المصريه لحقوق الانسان، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا فندم. وحضرات الساده المشاهدين، هنخرج لفاصل قصير ونعود مره اخرى في الجزء الاخير من هذه الحلقه من نقاط ساخنه. سنناقش مع حضراتكم الوضع في الاراضي الليبيه والتاثير لبعض الجماعات المحسوبة على الإخوان المسلمين والإرهاب القطري والتركي في الأراضي الليبية، وتحديدا الفترة الأخيرة في الجنوب الليبي. انتظرونا بعد هذا الفاصل.